حكم سارق المال العام أشر من سارق المال الخاص، أشر من سرقة المال الخاص. المال الخاص ده بتاعك، أنا هسرقك أنت، أنت بشخصك سرقت واحد كده، سرقت واحد أما ده أنا ما سرقتش واحد، ده أنا سرقت دولة، ده أنا سرقت فلان المريض، فلان العاجز، وفلان الأرملة، وفلان اللي بياخد معاش، وفلان اللي هينتفع، والطفل المعقوف، ده أنا سرقت كل ما هو في حاجة إلى هذا المال. فإذا سرقة المال العام أشر من سرقة المال الخاص، كلاهما عند الله عظيم، وكلاهما عند الله حرام، ولكن الحرام عند الله درجات. فهناك أشر شيء أشر من شيء، فإيانا وإياكم من سرقة المال العام، أو التفريط في المال العام، أو هدم شيء، أو تدمير شيء ينتفع به المسلمون. والله خلع قالب، لما تخلع قالب كده من سور، تخلع طوبة من سور، والله سيحاسبك الله عليه. واللي يقطع حقي مولانا، انت شوهت شيء ده بتاعي وبتاعك وبتاع الناس كلها. فلابد احنا ننتبه الى هذا الامر، مش سهل كما يظن البعض، امسك وكسر وارمي ودمر وخرب، عند الله سيطول الوقوف، ويسأل هؤلاء عن تدميرهم وتخريبهم، وعن سرقتهم للمال العام ونحو ذلك، وعن تدميرهم للمال العام، للمنشآت، ولأي حتى كرسي بقطعه وانا قاعد كده في اتوبيس في اي مكان. نعم. مال عام ده كلنا شركاء فيه مولانا. نعم. بارك الله لنا فيكم.